اهلا وسهلا بحضرتك، بنرحب بحضرتك في الفجر الفني. اتكلمنا عن الدوره دي وعند المختلف عن باقي الدورات السابقه. لا هو هي الدوره دي الدوره الثالثه في المهرجان، هي دوره استثنائيه في كل شيء، في فتره اقامتها، في عدد الايام اللي فيها. اتصور ان هو يعني الهدف الاساسي من الدوره هذا العام في ظل الظروف العالميه دي كانت حرص اداره المهرجان وحرص وزاره الثقافه وحرص الدوله المصريه التاكيد على ان مصر لها القدره والتاثير على مختلف الدول المحيطه، والمبدعين المصريين او المبدعين سواء كمان الفرنكوفونيين اللي هو الدول الاعضاء في الفرنكوفونيه قادرين على حمايه العقول وعلى التاثير على والتناول واقعهم الحالي. احنا يمكن الى جانب الافلام المشاركه السنه دي احنا عاملين افلام من تسجيليه وحاجات توثيقيه فلسطينيه، ده برضه بيأكد الرساله انه احنا النهارده موجودين مش عشان نحتفي ولا عشان نحتفل، ولكن النهارده عشان نبرز قيم معينه قدره مصر على تاثير في المتلقين ايا كان جنسيتهم، وانه بالسينما نقدر نقول حاجات كتير، وبالسينما نقدر نحمي العقولنا من غلطات كتير، وبالسينما نقدر نحافظ على تراث العديد من الدول وعلى حقوقهم التاريخيه. بنوجه تحيه للشعب الفلسطيني، تحيه التضامن، تحيه التأييد، وان شاء الله يا رب السنه الجايه يكون الوضع افضل بكتير ويكون كل الازمات انحلت ان شاء الله بشكل عادي. الاصابات اللي واجهت حضرتك في الدوره دي؟ طبعا في تاجيل الدوره اكتر من مره، وده كان للظروف اللي قامتها مواعيد قامتها. ثانيا انه تخليص مده الايام، انتقاء الافلام بشكل ما يكونش بيعبر، يعني برضه يبقى ماشي بيعالج فقط بعض الموضوعات، مش المساله مش فقط ان احنا بنعرض افلام او بنترين افلام، ولكن احنا بنناقش ايه والوقت الزمني بتاعها. فاحنا يعني خلصنا جدا من عدد الافلام اللي بنقدم، لغينا كتير جدا من الانشطه لانه طبعا ضيق الوقت، وفي نفس الوقت التوقيت في اخر العام، يعني مش الهدف عندنا مش اقامه احداث فقط، ولكنها اقامه احداث والتاثير كمان في المطلق. يعني نامل السنه دي يعني بشكل استثنائي ان الدوره تلقى قبول وتنجح، وباذن الله رب السنه الجايه هنرجع بمواعيدنا يعني بالانشطه وبالبرامج المحدده. هل كان في لحظه جت على حضرتك ان انت ممكن تلغي الدوره؟ هو كان بالفعل كان كل المهرجانات كان تم التفكير فيها التأجيل والإجراء، بس كان هو التحدي ان احنا نقيمها بشكل مش يعني انا بشكل داعي وبشكل خالي من البهرجه ومن الفقرات، واحنا جايين نعلن عدد من الامور ونعلن عدد من الرسائل نبثها. اتصور انه ما فيش افضل من السينما ومن الثقافه للتعبير عنها. الافلام هيكون فيها حاجه عن فلسطين؟ طبعا في افلام تعبر عن القضيه الفلسطينيه. احنا عملنا زي مجموعه افلام برنامج خاص وعدد من الافلام القصيره والتوثيقيه لاستناش غير السنه بتاعتها. يمكن احنا السنه دي برضو في قصدي في النهارده في حفل الافتتاح هيبقى في فيلم قصير ثلاث قصص من غزه، وفي نفس الوقت هيبقى في برومو بيستعرض طلب جدا. هو النهارده احنا حرصنا ما نبقاش في فترات بس بنعلن بس المطلب فقط يعني اطلاق الدوره. شكرا لحضرتك.